أسس مجمع اللغة العربية الشبكي انطلاقا، اللغوي عطاء، المكي نشأة، السعودي رعاية، العربي تواصلا، العالمي رسالة، بتاريخ 26 من الشهر الثالث لعام 33400 بعد الهجرة، ليكون مرقبا يجمع صفوة من حذاق العربية ونقبائها، ومرصدا لحراسها ورقبائها، وليكون مفخرا من مفاخر هذه البلاد المملكة العربية السعودية. إنه أول مجمع لغوي أسس بنيانه على الشبكة العالمية لتكون اللغة العربية بين يدي العالم.